وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم إلى منطقة الظفرة في زيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبل جلالته لدى وصوله سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كما كان في الاستقبال سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين. ويرافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من أعضاء الوفد المرافق.